بناء عليه، بناء على أن مرتبة الفلسفة أسبق من مرتبة جميع العلوم، نستنتج نتيجة مهمة يريد أن يؤمنها العلامة الطبطبائي. العلامة الطبطبائي الآن أوجد الفلسفة ثم أعطاها استقلالها ثم قال أنتم بحاجة إلينا ثم ضرب حولها سورا. هذه الخطوات اللي عم يعملها. أنت إذا ترصد حركة العلامة الطبطبائي بتعرف لهم بدي يمشي هون. أول شيء الفلسفة وجدت مقابل الوضعية. اثنين، واستقلت، استقلت عن سائر العلوم مقابل الماركسية. ثلاثة، لم يرفع على مكانتها، احتجتم أنتم إليها. أربعة، ضرب حولها بسور. شو السور؟ لا تستطيعون نقدها، لا يستطيع علم من العلوم أن ينقض أي قضية فلسفية. هذه النتيجة الرابعة. يعني مثال، فلنعطي مثال، مثال يذكره العلامة نفسه. الآن إذا جاءت العلوم وقالت نحن أثناء عملية، وسيأتي معنا هذا البحث مفصل إن شاء الله في المقالة الثالثة، الإدراك، الإدراك واحدة من أعقد المسائل الفلسفية. ما هو الإدراك أصلا؟ غامض جدا. الإدراك جبنا الدماغ البشري وأجرينا هذه المختبرات والأشعة وكلها على الدماغ البشري وقلنا له يلا ابدأ إدرك. فتأة بالإدراك، نحن أثناء عملية الإدراك رصدنا الدماغ، شفنا تفاعلات، صحيح؟ ممتاز. خلص دور العلوم الطبيعية، قالت الإدراك يساوي ألف باء جيم دال إلى آخره من التفاعلات. قدمت العلوم تقريرها المفصل عن الإدراك. شو بقول تقريرها؟ بقول الإدراك ليس عملية ما فوق طبيعية، ليس عملية ما فوق مادية، كلها عبارة عن خاضعة ضمن المعيار المادي. نحن احنا رأينا بعيوننا، نحن شفنا بالمختبرات ورأينا بدراساتنا الكيميائية والفيزيائية والطبية وغيرها، رأينا حركة الإدراك ما هي. هذا هو الإدراك. تأتي الفلسفة تقول الإدراك عملية أعقد بكثير من هذا الذي أنتم صورتموه لنا. الإدراك عملية ميتافيزيقية، أي عملية ما ورائية. هذه مزعومة من الفلسفة. هل العلم تبغى شو يقول؟ يقول العلوم شو رح تجاوبنا؟ رح تقول العلوم لا، الإدراك ليس كذلك. لماذا؟ لأننا بحثنا الإدراك ورصدناه بالتفصيل واكتشفنا كل تفاعلاته. ماذا ستقول الفلسفة لها؟ ستقول الفلسفة لها أنت أيتها العلوم موضوعك الوجود المادي. مش موضوعها الطب، مش موضوع الجسد، موضوعك الوجود المادي. هلا شو بدك؟ ما بدنا نمن عليك ونقول نحن أثبتنا لك الوجود المادي، ما بدنا نمن عليكم، بل الله يمن عليكم. ها؟ نحن لا نريد أن نمن عليكم أننا نحن الذين أثبتنا لكم الوجود المادي، وإلا أنتم لا تستطيعون إثبات وجود المادة. سيأتي وسيأتي أن هذا عجز العلوم عن إثبات وجود المادة أدى إلى ظهور الاتجاه المثالي مع جورج بيركلي، سيأتي إن شاء الله بحثه مفصل. طيب ها، أنتم لا تستطيعون إثبات الوجود المادة، هذا بصرف النظر، إحنا أثبتنا لكم الوجود المادة، لكن أنتم دائرة بحثكم المادة، غير المادة لا تستطيعون أن تحكموا عليه لا سلبا ولا إيجابا. أما نحن أي الفلاسفة فإن دائرة بحثنا الوجود الأعام من الوجود المادي وغير المادي، فيمكننا أن نحكم في عالم الميتافيزيقيات وفي عالم المادة بأنه يوجد تحقق لإكس أو لا يوجد تحقق لإكس. نحن نستطيع لأن نحن موضوع بحثنا، إضافة إلى أدوات بحثنا، هذه نقطة مهمة بعدين راح نبين، موضوع بحثنا إضافة إلى أدوات بحثنا هي أوسع دائرة من إطار المادة. إذا أنت عدم رؤيتك الجانب الميتافيزيقي في الإدراك لا يمكنك من خلاله أن تقول إن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، فلا يستطيع أي برهان علمي مؤثر في إطار المادة أن يحكم على القضايا الفلسفية أوسع دائرة من المادي وغير المادي. عشان تسوى العلم الطبطبائي الآن ضرب سور حول، يعني تعبيرنا يعني ضرب سور حول الفلسفة، حماها من أي نقد علمي، وقال أنتم بجميع اختصاصاتكم غير قادرين على أن تهزوا من صدقية القضية الفلسفية إلا أن تصبحوا فلاسفة. تعالوا معنا تحولوا فلاسفة وناقشونا في داخل المناخ الفلسفي،
في داخل المناخ الفلسفي على الطاولة الفلسفية. نعم يمكن أن نتناقش أن الإدراك له ميتافيزيقية أو ليس له بعد ميتافيزيقي، لكن أما على طاولتكم وفي مختبراتكم تريدون أن تقولوا لنا بأن الإدراك ليس له بعد ميتافيزيقي لأننا لم نره في الجامعة لم نره في المختبرات، لا لا تستطيعون ذلك. إذا أربع خطوات واضح، محدد العلامة الطباطبائي الهدف، وجدت الفلسفة فاستقلت الفلسفة فكانت أرفع من العلوم فاحتاجت لها العلوم فلم تقدر العلوم على مواجهتها، وهذا أعلى مستوى من التطرف لصالح الفلسفة، تطرف المعنى ليس السلبي يعني الانحياز لصالح الفلسفة. وبذلك نحن استطعنا أن نعطي للفلسفة هويتها ووجودها وتحققها. فلا يمكن للعلوم إذن أن تحكم لا بإيجابية ولا بسلبية على أي قضية فلسفية. هذه هي النتائج الثلاث المترتبة على الدرس الماضي: مبدأ الوجود، مبدأ الاستقلال، مبدأ الحاجة.